قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. سي جعفر، فايق لمن كتعيطي؟ جدرمية. جدرمية؟ ما تعاوديش تجبدي اسم الجدرمية على فمك. سمعتي والو؟ نعاودو نرجعو لهاد القصة كل ليلة؟ ما سمعتي لا حس لا والو. اش من حس؟ شي واحد كان هنا. فين هنا؟ هنا في البيت. شكون هاد الواحد؟ شي راجل. شي راجل كان هنا في قاع البيت. كيف داير؟ مشتوش مزيان. شبالي ما يمكنش يكون هنا؟ ها؟ ما يمكنش يكون هنا؟ لا لا لا، هذه يمكن يكون هنا يا. وليكون هنا. غادي تنعسو وتخلينا نعسو ولا لا؟ شارجوا
شحال كاين تما؟ 12 13 شد معنا شد معنا عاون شحال هذا؟ هذا 14 عمره يلا ديو هادشي للكراج حتى الغداو غادي تدو للسوق يلا سيدي سير يلا الحسن 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 حرك لي الله يرحمك يا سيدي بالي واخا سيدي عيشة سير لك شي مزيان ها والله ديو هذاك الكراج مزيان مزيان 70 لين صافي قال يلا تعرفيني؟ أنا عارف بدر ها؟
شوفي مني تسالي تسقي معاك هذاك النعناع. لالا منى راه ما خصكش هي تخرجي قبلي صحتك شي شويه. قتلني عايشه خويا النعاس والضوء. قلت نخرج نتنفس شويه ونشم ريحه الهواء. تنفسي شوفي حالتك كي ولات. انت تجل تطي وتشرو تطي اش هاد الحاله هادي؟ اش كدير؟ ولد قال لي نجير وراني كنجير. عالم الله داك الولد فاش كيخمم عاوتاني. ويلي شبه يكون في راسو الله يهديك وتكون كاع في راسو شي فكره مهمه وبغى يخدم بالمعقول. هذاك جعفر ما غاديش يخليه. الله يهدي لك شي تاويل ديال الخير منه. الله يخليك عايش خويا الله يخليك. ما بدا تقول لي السي جعفر دير لي خاطري اعلق بلي انا ندير ليه خاطرو. علاش جاتو؟ علاش راه من نهار جا لهاد الفيرما وتقولي شي بهيمه وتقولي شي بهيمه دخلت لهاد الكوري راه قدام النحس يا لطيف. اتفو زيد بدل عليا خويا تبدل عليا ما عرفتي شكون هاديك ولا لا؟ لا ما عرفتهاش. بنت حاج كبار باها لاباس عليه صيفط على العربيه لحقاش بغات تنتحر ليه. الدريه مزعزعه شويه الله يستر. سالي الشريف هنا تيشوف الفيلم راه غدا غادي يجي يصيد معنا وندوزو نشوفوه غدا ان شاء الله. ما عطيش واش بغا يشربو. واخا سي كاين بدر غادي تلقاه في المنبت. مدايرينش اليوم لا ما جيتش على قبلك. وصلت راجل الوالده هو اللي قال لي راك هنا في المنبت. ما كنتش كنسحابو راجل الوالده كنسحابو الوالد. ما سولتينيش وراه ما تعرفنا. ما راجل الوالده وحلت بيه الطوموبيله في واحد القنت وشري لي داكشي. شنو المحابق موجودين؟ تفضلي معي.
كيف كتحس اليوم؟ شويه. لا ما شويه والو. خرجت شويه تمشي لجيت الكوري وشميت الهواء وحسيت بحال شويه. قلت لك ما تخرجيش. واش قلتها لك ولا ما قلتهاش لك؟ دابا بعد ما تزاد عليك الحال خاصك ترجع للدواء ديالك. من نهار حيدتيه شوفي احسن تشوفي الطبيب ديال الراس عاوتاني. راسي راه ما بيه والو. انا اللي كنعرف راسك واش بيه ولا ما بيهش. انا مريض شو الله. وعلاش ديما ضارك؟ ماشي ديما تاني ضارني. وفي الليل ملي كيضربك حمار الليل وكتخرجي دايعه اش نسميو هادشي؟ اش نسميو؟ هاديك راه ما عندها حتى علاقه. يا ربي دابا غتشوفي الطبيب ولا ما غتشوفيش؟ بغيت غير حتى واش غتشوفيه ولا لا؟ قلت زعما غير صافي سديت هذا الموضوع غنشوف. الأراضي كلها ناعسة و أنت مقابلة هادشي. أراضي ماشي ديالي ديال با. بحال بحال. أجي نوريك 10 سنت. ها؟ بارك الله فيك. جعفر
فيقتك وكتسوليني معنو فيقتيني؟ سامح لي سامح. علاش فيقتيني؟ ها؟ معرفتش ما راه خاصك تعرفي مفيقاني مع 12 ونص ديال الليل وكت تقول لي ما عرفتش. ها صافي اسمح لي مالك اجاك عاوتاني قلت لي نفكرك في الجدرمية تسنى بلاتي الوقت راه تبدلات والناس بمشقة باش كيدبروا على طرف ديال الخبز ولكن علاش تقول لي انا دابا انا هذا الشيء مشات الوقت اللي كانت فيها الخدمة موجودة بلا خص بلاصة بحال هادي واحد بحالك انت خصو يحمد الله من اللي كيربح 5000 ريال في السيمانة وما كيدير والو وانا 5000 ريال راه دبر فيها الانسان باش دغيا مع هاد الصحه اللي عندك حتى واحد ما يقبل عليك وانت انا مرتاح مع راسك ولكن انا دابا لحدي الان مازال ما فهمت علاش تقول لي انا دابا انا هاد الشيء علاش ما فهمتيش ها خدام بالجميل ما عمرني ما عيطت عليك ولقيتك ماشي هذه المره الاولى ها من نهار جيت لهنا وانت كتشوف فيا بنص عين وهاز قنان في كل السماء ولكن انا راه تندير خدمتي خدمتك ما عجبانيش هسي 15 عام هادي وانا خدام هنا ما عمر شي واحد تشكى ولا شي داكشي علاش ما لاقيش اللي يهضر معاك كدير اللي بغيتي غدا ملي تخرج من هنا شوف شكون اللي غادي يقبل عليك ولكن سيدي انا راه ما قليت عليك حياه ما درت فالطه انت داير انت ومراتي عصابه ديما مخشي ليها في جنبها علاش ها اش كتقولوا علاش كتكلموا علاش تنتكلموا في امور الفيرما امور الفيرما تكلم فيها معايا انا اذا بغيتي تاكل طرف ديال الخبز وتوشويش ما كيعجب ليش سمعتي ولكن نعم اسلا انا اللي كنحكم في الدار اذا ما بغيتش تدخل لك الدماغ تدخل ندخلوها ندخل عجينه زيد عندك حساب لك هي اللي كتخلصك الا كانت لالا كمونه مدسرك انا غادي نقطع لك هاد الصهره السلام عليكم وعليكم السلام سلام كي داير بخير كاين شي ماقدي وسي جعفر بغيتكم غير تمشيو معايا للبلاصه فين وقع لي المشكل واخا تفضل بسم الله
هذه هي الطوموبيل فكر لقيناها. البارح ملي دزت من هنا ما كانش الحجر. كيفاش زعما؟ شي واحد دارونا بالعان؟ ما عرفتش. انا قلت لكم ما كانش الحجر هنا وصافي. ايوا على عجب هذا. شكون اللي كيسكن هنا جهه الغابه؟ جيت الغابة؟ الغابة ما تسكن حدا حتى واحد. لا شي واحد داز من هنا البارح. فين كنا البارح؟ البارح اه البارح كنا في السوق. كما شي واحد تيسرق الخشب عاوتاني؟ ها الله يخليكم لجات على خاطركم نديرو شي دوير. غادي تفكر الحجيرات اللي كنتي كترمي على الشرجم ديالنا ملي كنا صغار. ما كنتش غادي نتسناك واخا باك وصاني 3 سنين ما عرفتكش فين زدتي. ما سولتيش الوالد؟ كون سولتي كون قال لك علاش. ولكن انت مشيتي بحالك ما بقى بان نسول. انا منين شفت الراجل اللي تزوجات به الوالده ديالك مشيت للدار البيضاء. اسمع هولي اسمعي تزوج بي من بغات انت مالك؟ ما تعلمتي والو. من القدام غادي نكون مزيان. عقلي على هادشي اللي كنقول لك. عقلي مزيان. عمري ما سمعتك تهضر بحال هكا. غادي نتشوفوا ياك. خاصنا نتشوفوا ولا بد. طبعا الحال نشوف غدا ما خدامش. إلا بغيتي نهبطوا للفيلاج نهبطوا. وفاش خدام؟ نقابل واحد المنبت. كي جاتك الدنيا تبدلات عليك شويه؟ لا بقى هي هي. السلام عليكم. اهلا هدى على سلامتك. اهلا 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 بنيتي لاباس بخير الله يبارك لك. لا بس الله يبارك فيك ابنيت. هدى نعم ابا شي حاجه؟ شي كاس ديال ما ابا الله يخليك. هو الاول هكا بنيتي. شكرا. شنو الاخبار؟ اخبار يا بنيتي هذاك الشيء اللي قلتي هو اللي كاين وتقولي شي واحد واش باقي تيهز الراس.
وخالتي منى شنو اخبارها؟ خالتك منى، خالتك منى يا بنتي تتشفي العدا، سيري طلعي عليها شوفي حالتها كي دايره. نبدل الحوايج ونمشي نشوف. واخا بنتي سير. السلام عليكم. وعليكم السلام. قولي يا اشرف فين كنتي البارح؟ وسيدي ما فيش رجعت بالي. عندك تكون كتكذب. وسيدي علاش غادي نكذب؟ كتعرف سي جعفر؟ سي جعفر؟ اه. ايه سيدي كنعرفو. فات عندك معاه شي مشكل؟ وسيدي راه ما كاينش شي بنادم في هذه الناحية اللي ما عندوش معاه مشكل. أنا سولتك هضر على راسك. وسيدي أنا باقي عندي شي راس. هذاك راه شفار وولد الحرام. عراني وخلاني على الدص. الله هو اللي غادي يخلص واسيد. الله يعاون. الله يعاون اسيد. قول لي يا سي جعفر بغيت نسولك علاش هاد الناس هادو كاملين ما تيحملوكش؟ هيا كيحسدوني. كيحسدوا اي واحد لاباس عليه. الفقراء وما هادوش غادي يكون يصيبوا يعريوا اي واحد فايتهم بشي حاجه ما يكرهوش. اي 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 علاش محنتي راسك بنيتي زوين؟ شكرا. جيبي لي واحد الكاس تاع الماء عافاك. عائشة ما كتسمعيش؟ راني سمعتك. ايوا جيبي كاس الماء. ما جايباش. شتي هذاك الدواء اللي كتشربو هو اللي خارج عليها وانت بعدا كاع مصايق الخبار. امي مالك؟ والو وليدي غال غال عيا. كاينه شي حاجه من غير العيا؟ لا والو. بحالاش؟ ها قول اش فيك حسابك؟ نخاف منك؟ لا لا هو كيحسبني والو. قول انا كنسمع. بطل سكتي يا امي. الا كنتي كتخافي منه انا ما كنخافش منه. قول اش عندك؟ كتكرفس على الوالده، بديتي لها ارضها وفلوسها وكتقتل فيها بشويه بشويه. فسر ليا كيفاش كنقتل فيها شويه بشويه. بغيت نعرف اش درتي ليها النهار عرفاتك وهي مريضه. واش ناغر؟ وحاط الفيرما لبيع، الناس كلها في خبارها. بطل مهم هادشي اللي كتقول. وشنو اخر؟ ها اجي معايا نكملوا الهضره على برا. اجي إلا بقيتي كتقول بحال ديك الهضره ديال قبيله الوالده ديالك غادي تزاد عليها الحال.
العائلات كلهم عندهم مشاكل ماشي غير حنا. علاش كتقول لي هادشي؟ خايف؟ خايف خايف مناش غادي نخاف؟ بقيتي حتى ديتي ليا كلشي ودابا جاي تسيطر علينا حتى حنا، على ملاش كنتي دير قبل ما تجي للدار؟ المرة الجاية نسيتي بلاد الفيرما ديالي مخليك مقابل المنبت داير فيك خير. كلشي داز مزيان، طلب مني السماح على داكشي اللي قال. بصح بدا كيبكي بحال شي بنيه وباس ليا يدي، ولكن هادشي ما خصكش تقولي ليه، خاصو يبقى سر بيني وبينو. انت عارفه كيفاش داير. لا عارفه. خصوش يبقى هنا، غادي نقلب لي على شي بلاصه في الفيلاج. لا بدر خصو يبقى هنايا. واش حنا دراري غادي نبداو نلعبو هنا؟ الفيرما خصها تتباع باش تشوفي شي طبيب مزيان. مبقيتش بغيت الطبيب، انا مبقيتش بغيت الطبيب. انا كنقول بلي خاصك طبيب، انا اللي كنعرف ماشي انتي. خاصني طيب. بغيت نقول لك دابا بدر ما خليت ليه والو، كاع داكشي اللي عندي كتبتو لك، وبغيت نخلي ليه داك الدار. دابا غنبداو نهضروا في هذا الموضوع عاوتاني. شنو؟ لا ولا بغيتي تكملي داكشي اللي خلى لي ولدك في الصباح؟ ما درت لك والو انا. واش فراسك بلي هزيتي عليا صوتك؟ انا امتى؟ دابا. لا مزيان هادشي اللي بقى. المره الجايه هزي على صوت ضربيني. لا ما تقلقش، شوف غير بغيت نهضر معاك. صافي سالينا. الله يخليك. صافي سالينا، طلعي بيتك. طلعي بيتك. انا غادي. طلعي بيتك. صافي غادي. طلع البيت.
بنتي. واخا غادي نقول لك ما غتعرفينيش. علاش كتقلبي؟ مولاي الدار الى حسبك هذه المجدرميه. ميقدرش. شكون؟ شكون من غيره؟ مشيت نطلع عليه شوفو كيف ولا. اللي كيسد عليه الباب. كتعرفيه؟ كنعرف غير هو. شنو كتعرفيه؟ بزاف ديال الحاجات. ولكن ما غنقولك والو دابا. بلاتي ما قلتيش ليا شكون انتي. عندي براكه مورا الفيرما. الوالد ديالك يعطيني هنا كل مره مره. راجل الله يعمرها دار. صاب له كانوا رجال كلهم بحالو. الا احتجتيني شي نهار تلقيني لتحت عند الكواره. ما جاكش الناس؟ لا ما جايش الناس. بان لك شي واحد عاوتاني؟ شفت شي واحد. فين هو هاد الواحد؟ فين هو هاد الواحد؟ فين هو هاد الواحد؟ وحق الله العظيم الا شي واحد كيتمشى في الكولوار. في الكولوار؟ فين هو هاد الواحد؟ وريني فين هو هاد الواحد؟ فين هو؟ فين هو هاد الواحد؟ ها؟ فين هو؟ شفت بقى غتشوفي؟ لا 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 بقى لا 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 هادشي اللي كندير كنديرو لمصلحتكم. كتشوفني النهار كله وانا كنجري. ما كانش اللي عاون. بعض المرات ما كنبقاش نشعر. كنتصرف تصرفات ما كتعجبش. المهم انت دابا مقابل المنبت. الا بانت لك شي حاجه ما دير ديرها. ها؟ ما عليناش دابا نسى داكشي اللي وقع البارح وخلينا في اليوم. واخا امك مريضه ولا فرطنا عارفه اش كيتسناها. ما عارف شنو كيتسناها. راه مريضه بالمعقول وفي بلاصه ما تديها فيها. اش غندير؟ كيف غندير نديها فيها؟ كيف غندير؟ حنا دابا ماشي غادي ندابزو. ها انا غير كنقول لك انها مريضه وخاصنا نتعاونوا باش نرضيوها ونتهلاو فيها. رقية بنت معقولة. ها؟ وانا فرحت ملي تفاهمتو. باه لاباس عليه. عنده بزاف ديال الفلوس على ما سمعت. بزاف؟ غير بزاف وسكتي. با عنده الاراضي من الواد حتى الفيلاج. ورقية بوحدها هي اللي عنده. ايوا. واش كتسنى حتى يطير لك بها شي واحد؟ انا كنعرفك. الا ما كان شي واحد وراك اللي نغزك ما غاديش تحرك. خذ خذ دير شي بلاصه نقيه. شكرا. يلا سر براسك وما تخليهاش يتخلص.
خدمتينيش الانسه. قالت لي تلاقيت هذه يومين. لا ايه ولكن ما قالش لي سميتها. عارفه شنو كتقولي دابا مع راسك؟ اش كنقول دابا؟ كتقولي ما يمكنش نكون الوالد ديالو وانا قدي قدو. ها قرب 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 حدايا. اتصلوني معكم. عندك نصيف شي بلاصه؟ حالتك راه مابقاش كتعجب. ما خاصنيش نقول لك هذا الشيء، ولكن شوفي حالتك كيف قلت. حوايج اخرى ما خاصنيش نقولها لك. ديما راسك دارك، ما كتنعسي مزيان، ما كتاكلي والو. لا لا ديري شي حاجه. هاد هو اللي باغا. عظامي كلهم كيضروني. الليله اللي جات عايشه كنقول غادي نعس، والو ما كيدينيش نعس. ما عمرك ما غتنعسي ليله. خصني ندير شي حاجه عايشه. عايش كاين؟ كاين. اجي معايا نوريك شي حاجه. ماشي. ما عطيه دوك الحجلات. عام تعرف طيب الحجر؟ في العشيه غادي تلقاي الطاجين موجود. لا ما عطيه احسن واحد كيعرف يطيب الحجر. معاش يكونوا موجودين. 9:30. مزيان. ملي كنشوفك مع بدر كتجيني في شي شكل. والضريف كتفكري فيه؟ معول عليه؟ مازال ما قررت والو، ما قلت ليه والو. باينه ما معمرش ليك العين. حتى حاجه ما معمره لي العين. عيش
لالا منى مالك يا لالا في هذه الحاله؟ من بعد تعرف سير دابا قلب على شي طاكسي خاوي اللي دينا بالزربه وجبنا. على هيك شي بس ما كاين. سير سير بدل حوايجك دغيا ورجع. هي اللي ما تعاود. السلام عليكم اسيدي. الله يجازيك بخير بين هذاك المكتب المدير من فضلك. تفضل اسيدي. واخا 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 صافي تا الغدا تا الغدا في العشية كاع بالسلامة. غالي الله يهنيك. الله يخليك سيدي، غير بغيت نعرف شي معلومات على واحد السيد كان خدام عندكم تقريبا واحد 3 سنين دابا. اش ما عرفتيش باللي بزاف ديال الناس دازوا هنا هذه 3 سنين؟ غير قلت زعما الا كان شي كناش ولا شي حاجه كتسجلوا فيها يمكن لك تعرف. ما كاين مشكل، نقدروا نلقاو هذا الكناش، ولكن اولا شكون انت؟ وعلاش كتسولي؟ واش غير اللي جا دخل عندي الاداره وطلب مني المعلومات على شي واحد نعطيهم ليه؟ راه خصني نعرف شكون انت؟ خدامه في البوليس؟ لا لا سيدي لا. وهياش اللي عنده شي مشكل يمشي يحلو في اتساع. لا لا سيدي لا، ما كاين حتى شي مشكل، والله ما كان شي مشكل، غير انا بغيت نعرف على هاد السيد شي حاجه. هذاك الشيء علاش؟ ما قلتيش لي شنو سميتو؟ اسمه سيدي علوان جعفر. شحال هادي قلتي باش كان خدام هنا؟ 3 سنين سيدي. 3 سنين. وشنو بغيتي تعرفي عليه؟ كلشي سيدي. ما نقدرش نقول لك فين مشى. إلا كان هذا هو الغرض علاش كتقلبي؟ لا لا فين مشى انا عارفة. عارفة هو سيري لعندو سوليه مباشرة. الله يخليك اسيدي المعاوني. لا اش غنعاونك؟ واش كتظني انا كنرضع صبعي؟ تسمعي مزيان، هذوك النوار ديالكم راني حافظهم. لا لا سيدي راه ما كاين لا نوار لا ماشي شغلي تبغي تعرفي ولا ما تعرفيش. انا انسان محترم 30 سنة وأنا كنسير هذا النادي، الناس كلهم كيعرفوني، ما عمري ما دخلت راسي لشي خوات، وأنتي جاية اليوم تضحكي عليا. لا سيدي والله العظيم ما بضحك عليك، حاشا ولله سيدي واش بضحك عليك. شكون هذا بعدا؟ هذا السيد خدام عندي في الفيرما. شوف أسيدي، الراجل خدمته عندي عامين، نهار جا فاش يطلب الخدمة، عرفني غادي نسول عليه. قال لي بلي بحال عاد خرج من الحبس على ود شي قصه ديال الشيكات وشي ترافيك، ما بغيتش نخدمو عندي. كل ما بدا يبكي عليا وقال لي راني تبت ورجع الطريق المستقيم، الشهادة لله هاد العامين اللي دوز معايا ما شفت عليه والو. قلبي كان عالمني. مساء الخير. مساء الخير.
وقف، بغيت نهضر معاك. كنتي تهضري معايا 3 سنين هذه، ما كنتيش محتاج ليا. حتى انت ما كنتيش محتاجة ليا، غير هزيتي حوايجك وغبرتي. ما غبرتش، وثلاث سنين هولا كيف بقات الوالدة ديالك. بغيت نسولك بعدا، علاش رجعتي؟ ما رجعتش على ودك، مالك تخلعتي؟ لا. وما اللون كتبدل؟ شو واقع؟ والو، غير قول شنو كاين. تعرفت على سيدة أخرى. ما كنتيش غتسناني 3 سنين. ولكن هاد واخا هكا كنبقاو نتشوفو. لا، انا كنت غادي نمشي فحالي اليوم، تلاقيت مع واحد المراه هي اللي خلاتني نبقى. اين المراه؟ سميتها حبيبه، ساكنه مورا الكوار. حبيبه؟ عمرني شفتها، كنعرفهاش. عندها شي هضره مهمه تقدر تنفعك. فاش غتنفعني؟ إلا بغيتي شي نهار تعرف شي حاجة على راجل الوالدة مثلا. هدى الله يخلي، ما بغيت نعرف والو. أنا غير قلت تقدر تحتاجها. صيفطوك هنا باش يعاقبوك. صيفطوني؟ كيفاش صيفطوني؟ شكون اللي يقدر يصيفطني؟ ما كاينش شي ولد المرا اللي يقدر يصيفطني شي بلاصه. انا عز عليا نبقى بوحدي، انا عزيز عليا الكال، ما انا فشي شكل. صيفطوني صيفطوني. انا مره عقلي تيدير الجناح تيفرفر. انا ملي كنت في المدينه كنت كل شهر تنضرب يدي بالزوا، ولكن دابا مزيان تنكون مزيان، مثلا تلقى راسي بين السما والتراب. حتى انا بحالك كنبغي الفن والفنانات. عمرني ما كنت من الناس اللي كيجريو ورا الفلوس. هاد المناسبة شحال هادي وانا كنتسناها. انا فرحان ملي جات بوحدها. وصليني.
كل هنا سمعت بحال شي حد كيتمشى في الكولوار بحال شي راجل كيتمشى ما كاين حتى واحد لالا رجعت نعسي الراجل الاول ياك مات هاد الليلة رجع الله يهديك يا لالا راجلك راه مات هادي 7 سنين الليلة شفتو شفتيه كيما كتشوفيني انا دابا واخا واش كنلبس الابيض اختار معاك يلا مشيت عنده بغيت نهضر معاه قربت عنده هو يخبر ورجع لنا رجع سير ما عرفتيش اش طرا ضربنا شي واحد ياك ايه ضربتي شي وحده وهربنا خلينا مرميه في الشنطه وهربنا غادي نرجع غادي نرجع لاش ها لاش السيده ماتت دي غادي نديها للسبيطار ديري اش درت 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 ديري اش درت اش درتي؟ قتلتي امرأة ميمكنش ميمكنش ولكن انت علاش جريتي لي الفولو من يدي علاش؟ علاش؟ جريت لك الفولو لأن ملي شفتك غادي عندها قصدة قتلتيها واخا مزيان ملي تكوني عند الجرارمية قولي هاد الكلام بغيتي تفلت منها راك عارق حتى الودنين كثر مني مزيان واخا دابا تشوفي بغيتي نعاونو اسمعي بقي في الدار يومين ولا ثلاثة ما تخرجيش الطوموبيل ما تسلفيها لحتى شي واحد واخا وملي تبغي تخرجيها من بعد عاودي قلبيها ما عرفت يكون فيها شي طرف ديال التوب ولا شي حاجة صافي المهم نهار السبت غادي ندوز عندك عندك الحق عندك الحق شنو غادي ندير يلا صافي امسحي دموعك يلا يلا
الطوموبيل اللي ضربتها ما خلات اثر، ثلاث ايام وحنا كنقلبوا عليها. سي جعفر بركه فراسك. ما مشى معاك بس فين بالسلامه؟ غدا نمشي نشوف ولادي. قلت لك غدا تكون هنا. غدا يلا نوصل. صل عليا لتحت. المهم واخا الوالدة ديالك ما خلات لك والو، حسب هادشي اللي هنا ديالك. شكرا. اش درتي مع رقية؟ باين بحال اللي ما بقاش باغي انا. هادشي اللي بان ليا حتى انا، ولكن قلت حسن حتى تعرف بنفسك. الا بغيتي نهضر معانا موجود، ولكن حسن تبعد منها. البنت راسها صايط فيها الريح. واش في اخبارك؟ قلت هاد المرات ياك بغيت نتحر. لا انا درتها لك في بالك. الا بقيت طايح تابعه غادي طيحك في شي مشكل عمرك ما تطلع منه. خاصك شي حاجه؟ لا شكرا. فكرتي شنو غدير؟ غادي نقابل الفيرما. ماشي هادشي علاش كنهضر. وعلاش كتهضري؟ حبيبه خصنا نمشيو نهضروا معاها، تقدر تعرف من عندها بزاف ديال الحوايج. هدى ما بقيت باغي نعرف والو. واش باقي انت هو انت ما بغيتيش تبدل ولا صافي عمر ليك الراس؟ شكون شكون اللي غيعمر لي راسي؟ شكون؟ زيد قتلها عاد جيتي؟ قتلها؟ والله العلي العظيم اللي عرفتو غادي يديرها بالله العظيم. ما عندكم حتى حجة كلكم. ينسى. ما
عقلتي على الليله اللي تبعتيني؟ كنت ناويه نصفي عند الزهر لقيتو فايق 21 عام هادي باش مات الوالد ديالي وخلى لي الاراضي فيرنات ما لقيتش اللي قابلني حتى تلاقيتو عند واحد المحامي اللي شاد ما فحالوش ظريف أدب تزوجتو كملت 3 سنين حتى خلاني على الدس ذاك الوقت وانا كنقلب عليه حتى لقيتو هنا عرفتو على من رامي العين دابا رقية بنية مولات الكاميو الصغير نهار الاول قلتها بسبب اخويا هاد الفيرم شنو اللي فيه مزيان حتى حاجه شرب عيني اللي كيبان لي الا ما ساليتش معاه انا ما كايناش شي وحده اللي تقدر ديرها غادي يبقى زايد في هاد الظلم حل عينيك مزيان غادي يبان لك السم اللي كيتقطر منك قدمت وثقت فيه دازت 4 شهور على الزواج وهي تسيف ليا لك يقلب كيفاش يقتلني منى هو اللي اختلها وباش عرفتيها انا راه ما كنعش هذيك الليله ملي خرجت الوالده ديالك تبعتها وشفت شفت الطوموبيل اللي ضرباتها رقية اللي كانت صايقة شحال من الليلة كنوصل حتى لبيتو كنرجع بشر بحال هذا ما خصوش يبقى على وجه الأرض معطي لما سي جعفر شتادو تعطلو ما بقاوش بغا يشريو علاش قالوا لك الفيرما ديالك فيها المشاكل بزاف اش مشاكل انا كنعاود هذاك الشيء اللي قالو تعطلت شي شويه سكتي لك الموتور ونزل لها علاش من اليوم الا كان عندنا شي موعد خاصك تعلمي تجي في الوقت صلحتك ما تبقايش تعاودي فهمتي طلعي دابا لطوموبيلك طلعي زوج كلمات وغادي نزل في حالي ما غاديش نمشي معاك باش تعلمي المره الجايه ما كاينش المره الجايه كاين مرات ماشي غير مره اش كيسحب لك راسك غادي نموت الا ما شتكش شكون كتسحب راسك اسمعني اسمعني اسمعني
غادي توجدي راسك. ليش؟ غادي نتزوجو. شنو؟ غادي نمشيو نشوفو داركم باش نعلموهم. عمرو ما غادي يقبلو. علاش؟ ما غنعجبهمش؟ قنعتك في اقل من يومين. هما خاصني ليهم ساعة ولا ساعتين. الا ما قدرتش انا كاين انتي. هي اللي معمرها مسكون. غادي تكون غادي تقنعيهم غادي تعرفي كيفاش. لو كنتي كتعرفي مصلحتك فين هي. كنت عاجبك ها؟ كان كيحسب لي غادي تفرحي. عمرني ما نعرف اش غادي يوقع. غادي يوقع لك اصعب من هادشي الا ما تبعتيش كلامي. انا ما درت والو. ضربتي مره وهربتي. انا وفوق من هادشي مرتي. سمعتي؟ كنت عندي اعز ما كاين في الدنيا. مسكينه مش عارف اش كيتسناك ها المؤبد. الوالد ديالك عنده الفلوس بزاف ولكن ما غيعرف يدير والو. واخا ما قدرش. غدا غادي نشوف واش تقدري ولا ما تقدريش. غدا ما قدرش نقولها ليه. ما قدرش. بالمناسبة قولي اليوم يديروا شي حفلة مزيانة. هذا يمكن مشى للفيلاج غادي نتسنى انا حتى يجي. من الاحسن بدلو صعب.
غادي تجي عندي دابا؟ فين ما كنت تجي؟ دابا ماشي حتى الصباح، انا كنتسناك. صافي البركة في راسك. Thank you.
الله.